الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجزع. أيطيب عيش منزل بك رائق ومنازل التوحيد قفر بلقع. والدين قوض أهله فمحله دثر وشتت شمله المتجمع. لله أقمار أفلن بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع. ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع. يقول السيد ابن طاووس وخرجن بنات رسول الله من الخيام حاسرايات مسلبايات مروا بهن على القتلى وهم ما بين منجدل وبين منعفري. وكأني بطفلة للحسين ألقت بنفسها من محملها على جسد أبيها. قال عمر بن سعد نحوها عن جسد أبيها يا فاجتمع عليها ثلة من الأعراب أخذوا يجرون غابوا يا برضا يا كلو رغم عليك أنا يجرني العدو من بيان إديك نصرخ ودير العين والله لي وادرب حميتك ما تخليك يا معذور يا الحزايا يا والله وريديك. هذه الطفلة لها موقف في خريبة الشام عندما أرادت أبوها الحسين جيء لها بطست مغطى قالت عم لا أريد الطعام. هذه طفلة لا تريد إلا أباها. قالوا لها إنما تريدين في هذا الطست. كشفت الغطاء عن الطست وهذا هو برأس الحسين. تقل له هلا بجيتك يا العميد والله يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد. بويا ليش قطعت بينا يا صنديد يا وعفتنا ويا ناس المويا شجاوي. أطفال الحسين بنات الحسين لهن مواقف وخصوصا بالكوفة خصوصا في كربلاء عندما دخلوا بهن سبايا. يقول الناس قامت تتصدق على أيتام الحسين والله شمالنا يا ياس تصدق علينا
والله وعطايا الخلايا كلها من دينا يغسل قال غايب ولينا والله وراس على الرموح لينا يتفكر هذه أيتام الحسين هذه أطفال الحسين كلهن كانت برقبة زينب تقل أخويا يا لا مرة ترسم الطاف والله توعنا يا حبهد بي والله أنا غطيوفكم بالليل قالوا يا يابي يبكي ودمي مسبي والله ولو واد الطفوف بعيد لكن عايش بقلبي إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على أولاد الحسين السلام على صغار الحسين السلام على أيتام الحسين ورحمة الله وبركاته.